الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رسالة لكافة المواطنين للتهدئة، كما أكد سموه أن البحرين هي بلد للجميع. أقدم التعازي لكل شعب البحرين على هالأيام الأليمة اللي نعيشها، وأريد أوجه رسالة مواطن ورسالة رجال للجميع للتهدئة. نحتاج فترة نقيم ما صار ونعيد اللم والشمل ونستعيد إنسانيتنا وحضارتنا ومستقبلنا. احنا اليوم على مفترق طريق، ابناء يخرجون وهم يعتقدون ان ما لهم مستقبل في البلد، واخرين يخرجون من محبة ومن حرص على مكتسبات الوطن، لكن هذا الوطن للجميع، ليس لفئة على فئة، لا هو للسنة ولا هو للشيعة، وللبحرين وللبحرينيين. وفي هذه اللحظات يجب من كل إنسان مخلص أن يقول كفاية. ما خسرناه في هذه الأيام صعب استعادته، لكن أنا مقتنع بعمل المخلصين نحن قادرين. فنحن نعرف كلنا سير الأيام هذه اللي مرت والأحداث اللي صارت، ولكن علينا أن نتمنى لكل شخص الآن، وإحنا نحن أنا نتكلم في هذا الاستوديو، يسعى مساعي طيبة أن يتوفق، لأن أنا ما قد شعرت أن نحن في البحرين ولا توقعت أن نحن في البحرين بنكون في هذه الوضع. يجب أن الأخلاق تسود وضبط النفس من جميع الأطراف في هذا الوقت، من قوات المسلحة، رجال الأمن والمواطنين. وهذه دعوة مفتوحة وعفوية، لا كتبت كلمة ولا فكرت ايش بقول قبل لا ابتدي اتكلم، لكن اللي قاعد يطلع لكم من قلب، احب هالبلد واعرف ان انتم تحبونها، وهذه البلد موجودة للجميع، وكرامتكم يا مواطنين البحرين مهم لي، وثقتكم في بعضكم بعض اهم، فلازم نبتدي خطوات بناء الثقة وفورا. نعم، ما نقدر نعيش ايام متتالية بهالطريقة وننزل في هالفوضى. طويل العمر، هل في سقف للتضحيات هني؟ هل هني هذه ممنوع وذي مسموح، ولا الحوار مفتوح؟ الحوار دائما مفتوح والإصلاح مستمر. هل العجلة بطيئة تشوفها؟ شو اللي استدعى؟ طبعا بطيئة، لو مو بطيئة عشان ما وصلنا هالمواصي. فيجب أننا نراجع أنفسنا ونسأل روحنا شو اللي نقدر نسويه لنتفادى يعني وضع مثل هذه يحدث مرة ثانية. الله لا يقول. طويل العمر، الآن اللي نسمعه يعني احنا في الاستوديو عن أحداث تجري في الشارع، في ناس قاعد تطلع تتظاهر في مقابلها، كيف نستطيع نوقف هذا الأمر الآن في هذا الوضع؟ شنو الأولوية طال عمرك؟ شو بتأمر فيه الحين؟ هدوء من جميع الأطراف. هل بتسحبون القوات من الشارع؟ اللي بيرمي من حصى للرجل اللي بيطلق رصاصة، وقفوا وقفوا، هذه ما يخدم أحد. هل صدر أمر بسحب القوات الأمنية من الشارع؟ القوات الأمنية الحين احنا قاعدين نتكلم على كيف على ضبط الأمور. الفوضى ما تسمح لقرارات عفوية، لكن أنا يعني أعاهدكم هدوء وترجع الأمور على طبيعتها، وخلنا يلسن تحاور.
ما عرض الحوار هذه من قبل؟ والله مو بهالطريقة. يعني اليوم شفنا الحدود اللي الكل مستعد ان يوصلها. وترى دول كثيرة دخلت حروب أهلية، ودول كثيرة تفككت من الداخل لأن ما وقفوا العقلاء وقالوا كفاية. نعم. ففي في نوايا من جميع الأطراف. طال عمرك ليش الحوار ثنائي؟ ليش الحوار ثنائي كان؟ جماعي لازم يكون. جماعي. هاي اللي احنا نبي نقوله. جماعي. البلد فيها ناس بعد ما قاعدة تحكى ما لها صوت. جماعي. هل في خطة محددة، في تصور معين في بالك، مؤتمر وطني مثلا يعقد شيء؟ ما في خطة لحد الآن لأن احنا في وضع غير طبيعي. الآن وقت الهدوء. كفاية أرواح. هذا لين عيالنا بعد كلهم طبعا، ولا احنا نرضى. هل يعني في كلمه اللي يحسون انهم مستهدفين، انهم مضطهدين، ان هذا الامن موجه لهم هم بس، شنو تقول لهم؟ لا والله بنرجع الكل، اللي بيعتدي على الثاني بنرجعه. انا ما عندي طائفه. ما عندي طائفه. انسان بحريني مسلم لله الحمد. ما فرق بين سني ولا شيعي. لكن اليوم البحرين انقسمت. ناس اصدقاء سنين ما يتكلمون مع بعضهم بعض بسبة احداث وتصعيد ما كلنا غنيين عنه. احنا جزء من مجلس تعاون، جزء من من العالم المنفتح على بعضه بعض. البحرين ما عمرها شافت روحها كدوله بوليسيه ابدا. صارت أخطاء، صارت مزايدات، صلحنا أنفسنا. اليوم إحنا على مفترق طريق. لا أقبل، لا أقبل أبدا أن أبناء الوطن يتحاربون بين بعضهم بعض. أنا أعتقد طويل العمر أن هالمبادرة اللي الذاتية خلتك تيهني، أنا أعتقد هذه المبادرة لهالمواطنين جميعا، واعتقد ان المواطنين يتفاءلون بك خيرا من اجل ايقاف الذي يحدث في هذا الشارع الان. طبعا هذه النداء اللي وجهته. شنو الضمانات طال عمرك؟ انه دائما يقول لك هاي وعود وما بتصير، شنو تقدر تقول لهم الحين من ضمانات؟ انا والله ما قد كذبت، صدقت بس. وانا يعني عمري خدمت بهالبلد وبستمر اخدم بهالبلد سنه وشيعه وغير. طيب اذا النداء وجه الان بسحب كل اللي موجود تهدئة. في الشارع التهدئه. 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 اعطونا فرصه نفكر. متى يعني؟ اذا الان. الان من الليله اذا من في الليلة شيء. إذا في اجتماع شيء. الليله إذا من الليله ان شاء الله. اذا نقدر من الليله. اذا نقدر من الليله. اعطونا وقت. الله سبحانه وتعالى بنى يعني خلق العالم سبعة أيام. ما نقدر احنا في ساعات نحل مشكلة صار لها سنين وهي تخلق. صحيح. هل في سقف للتحاور؟ احنا نبي السقف هو قبول الجميع. بالضبط. السقف بيحدد باحترام آراء الآخر. احنا ما ببلد بس لنا ونقدر نحصل ما نريد، ولا بلد شيعة ونقدر نحصل ما نريد. احنا بلد بحرينيين، الكل لازم يحترم الثاني. في وجود لأطراف عدة في هالبلد، يعني مع احترامي أنا وإجلالي لجلالة الملك ولسموك ولسمو رئيس الوزراء ولكل العائلة، بس في أطراف وايد في هالبلد الوفاق قاعدة تتصرف كأنها هي موجودة بروحها، والاجتماعات قاعدة تصير بها الثنائية. ما بيألوم أحد. أنا ما ألوم أحد، ما ألوم أحد. أنا أحترم الوفاق كما أحترم الآخرين. اليوم وقت الجلوس والحوار وليس الكفاح. والطاولة متسعة للجميع. نعم طاولة متسعة للجميع. فيها متسع هالبلد، في متسع للكل طبعا. وفي خير للكل سمو العهد، في خير للكل طبعا. الناس تبي كلمة منكم، تبي تسمع منكم هذا، تبي تسمع ان في امل حق عيالنا حق مستقبلنا. طبعا واحنا ايش نبني له؟
احنا طويل العمر ما نريد نستنسخ تجارب الاخرين، لا احنا تجربتنا لازم تكون لنا. وهذه الان يجب البحث عن انا اعتقد البحث عن الهدوء الان، ايقاف ماذا ما يجري في الشارع. هذه انا اعتقد خلينا نرد على عاداتنا وتقاليدنا ونتزاور، والله فيها خير، والله الناس فيهم خير، ونتواصل والناس فيهم امل. احنا يعني نناشد العقلاء الان، نناشد العقلاء من كل الاطراف. يعني شو تقول حق اذا حق في احد يصعد من كل طرف اللي قاعد يقول لك انا براويك فيهم من هذه ولا من ذي؟ شو ينقال؟ الطرفين غلطانين ونعتبرها خيانه للوطن. اليوم الكل لازم يهدئ، واللي ما بياخذ موقف الان ما عمره بياخذ موقف، لان هذه اصعب يوم مر علينا. صحيح. بس هذا كلمتي، وإن شاء الله الله يوفقك. جايتك يا سمو ولي العهد، يعني أتصور أنها أكبر ضمان، تلقائية اللي تصرفت فيها، العفوية اللي جيت فيها، يعني إحساسك هذه مسنا كلنا. الله ما أظنتي إنسان في هالبلد الحين ما نمس من داخله ومن مشاعره بأن إحنا في يد أمينة. إن شاء الله الله يوفقك. إن شاء الله ما تأخرنا يا رب، إن شاء الله في وقت. إن شاء الله. آمين. البحرين مرت ترى بأصعب من كذي. لا عاد مو في وقتنا. لا كم مرة؟ لا ان شاء الله، لا في وقتك. وقت ان شاء الله اخر الاحزان يا ربي. ان شاء الله يا ربي اخر الاحزان، واحنا تعازينا لكل ضحيه راحت، لكن اللي الحي مثل ما يقولون ابقى. الحي ابقى. واحنا نبي نورث عيالنا بلد امن. اي نعم. نعطيهم عيالنا، خلنا نتعظ باللي صار في حوالينا وفي الديار الثانيه. انا شاكره لك، يعني مهما قلت شاكره لك. لا. لا شكر على واجب، وهذا واجب كل مواطن مخلص. الله يسلم كل سنة وشيعة. أنا أبغى أشوف كل الإخوان هني الليلة كلكم، والله إذا في أحد عنده حس وطني تعالوا تكلموا، لا أحد يخاف. الانسحاب من الشارع الحين من الكل رجاء، والهدوء وإحنا إن شاء الله كلنا إلا بنوصل لنقاط مشتركة إن شاء الله. آمين. صدر